بدون مبالغة الموتر مش طبيعي ما شاء الله. طيب يا جماعة أنا بغض رايح ناخذ طلبات معاكم الجوكر ومعاكم باتمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم يوسف وبخلود من قناة لوكو فريندز. طيب يا جماعة اليوم أنا وبخلود بنسوي أقوى تحدي في القناة، تحدي سيارة السلينج شوت النادرة، واللي ما يعرف إيش سيارة السلينج شوت بتشوفها بهذا الفيديو. طيب يا جماعة أنا وبخلود شرينا هذه السيارة تقريبا من قبل أسبوع. الله يعطيك الخير وكيفك شرها؟ آه إن شاء الله. السيارة هذه السيارة هذه جاتنا من أمريكا، تكلفتها تقريبا 160,000 ريال. 170 مع التاكس مع التوصيل مع كل شيء، بس أنت دفعت أكثر. جزاهم الله خير نون وصلنا السيارة. الحين لازم نتشارك هذه السيارة ومين اللي راح يسوقها أول واحد، فهذا التحدي. التحدي هذا يا جماعة راح تشوفون مين ياخذ السيارة، بتقولون كيف التحدي؟ آخر واحد يشيل إيش؟ صبعك، صبع من السيارة راح ياخذها. آخر واحد، إيه آخر واحد، يعني أول واحد هو اللي بيخسر. هذا صبعك يمكن يربحك 170,000 ريال. طيب يا جماعة قبل ما نبدأ التحدي، للناس المهتمين بتداول العملات الرقمية عندنا اليوم منصة كرنسي توفر لك مساحة تقدر تتداول فيها، اللي هو أبليكيشن أو الويب سايت حقهم تقدر تتداول فيه العملات الرقمية. خلونا نشوف كيف نقدر نتداول معاهم. طبعا السيارة هذه طفرتنا، فلازم نشوف لنا حل يزيد أرباحنا. خلونا نشوف الأبليكيشن. طيب أول ما أدخل تطبيق currency.com راح يدخلني على العملات اللي أقدر أتداول فيها، وبالإضافة إلى أني أقدر أشتري أسهم في الشركات الكبيرة مثل جوجل وأبل وتويوتا وشركات جدا كبيرة. أنا اليوم راح أستثمر في عملة البيتكوين، لأن الفترة الأخيرة البيتكوين مكسر الدنيا وقاعد يرتفع بشكل خرافي، وبكذا تداولنا في عملة البيتكوين. وبالإضافة بعد التداول تقدر تتابع التداول، وتقدر عندك خيارات كثيرة للإيداع ولسحب المبالغ مثل الماستر كارد والفيزا وخيارات جدا عديدة، بالإضافة إلى لا تستغني أبدا عن استشارة خبيرك المالي. لو سويت مشاركة للتطبيق مع أحد راح تأخذ 50% من العمولات حقتها، بالإضافة أنه راح يجي كوبون خصم 10%. روابط التحميل بتكون بالوصف، حمل التطبيق واستثمر بذكاء. طيب يا جماعة هذه السيارة اللي اليوم راح تكون ويانا هي سيارة يسمونها تقريبا الملقبة سيارة، على فكرة احنا ممكن نقول سيارة لانها اقرب السيارة، بس ترى هي فعليا تصنف دباب. صح، للمعلومية يا جماعة احنا كاتبين في العنوان انه هو تحدي باتمان، لانها جد هذه سيارة باتمان. بتقولون كيف؟ كفرين قدام وكفر ورا، هذا ما شفناه الا عند باتمان. شلون كذا في سيارة كذا يا جماعة؟ هذه السيارة طلبية، معناتها انك ما راح تروح هنا السوق في اي سوق، لو تروح حراج تدور ما راح تلاقي مكان في السعودية بيعها اوفيشلي غير الناس اللي طالبينها من امريكا زينا. للمعلومية بخلود لحد الحين احنا وياك ربع، لكن بعد شوي راح نخسر بعض. طب شو قاعد تأشر لي واجد؟ لان الصبع هذا راح يبدا فيه التحدي. 3 2 1، مين راح ياخذ السلينج شوت؟ يعني يوسف الحين لما يبدا التحدي راح احط صبعي هنا وما اقدر اشيله، بس اقدر ادور على السيارة. صح؟ ايوه تقدر تدور على السيارة، لكن صبعك شوف. هذا اول يعني هنا قاعد هنا شوف شوف شوف, شوف. هنا توهك ما اقدر. لا أيوة. لازم ارجع مرة ثانية بعدين امشي. طيب بخلود اول ما ينشال صبعك معناته السيارة صارت لي ملكي ملكي. شوف 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 خلاص تصمغ تصمغ. ده التحدي 3 2 1 بدينا. بسم الله يا انا يا انت يوسف. شوف والله يا جماعة انا حلفت البخلود اني ما راح اشيل صبعي لاني باخذ هذه السيارة. ما في شيء اسمه بتاخذها انت، ما في شيء اسمه ربع، فاهم ولا لا بخلود؟ يا جماعة بخلود نام والله من جد نام. اصبر 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 انا اعرف كذا صح؟ صبر والله انه صبعي لحد الحين. والله يا جماعه ما شفت. لا 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 يا الله ليش كل التحديات تهرسها في اليوتيوب؟ يا جماعه انت عشان تاخذ 5 مليون مشاهده لازم تسوي هذا التحدي. ترى اليوتيوبرز يتعبون افورت واشياء قويه مره، وهذا التحدي يا جماعه احنا شارين هذه السياره عشان اصور لكم هذا التحدي. تخيلوا يعني 170 الف ريال كلف هذا الفيديو، فلازم تنشر الفيديو يا جماعه. يلا نشوفكم كل يوم الثاني. كل واحد يسوي كل واحد يسوي هذا التحدي. اقول 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 بس ترك 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 ترك. هل تتوقع يوم من الايام ان انا وبخود راح نسوي ذا التحدي التافه؟ ايش هالسخافه يا جماعه؟ تخيل اجيب لك سياره كذا واقعد احط صبي عليها واقعد ازحلقها وادور عليها. انا ممكن اتوقع هذه التحديات تصير في التيك توك لكن ما تصير في اليوتيوب، معليش يعني احترم احترم المنصه. عالم اليوتيوب انتم اللي تطالعوننا قيمين، فاجي اسوي لك محتوى 10 دقائق احط صبي واقعد ادور على السياره. ثاني شيء ولا احد سوى هذا التحدي والسياره ياخذها، ولا عمري شفت فايز. ترضى احط لك السياره لونها ثاني وتفتح الفيديو تلقى سياره ثانيه؟ وبالاخير مسوي التحدي وراعي السياره ما يدري قاعد يسوي التحدي على سيارته، نفس اللي قاعدين نسوي التحدي في السياره. هي ما تدري حقت مين، شو السالفه؟ في خبلان قاعدين يدورون علي. اول شيء يعطيك العافيه فراس انك اعطيتنا سيارتك هذه، لا هي سيارتنا ولا هي شيء. اسمع انت بس دقيقه، عيد حساباتك، طالع وجهي طالع وجه يوسف، هل ممكن ندفع 170 الف؟ شوف حالتك هذه السياره، شوف طقمه، شوف ايش لابس، رصاصي واخضر. شوف حالتك، ها شوف حالتك. نيرس مخالف للاقامه. شوف
المهم يا جماعة اترك عنكم السخافة هذه ولا حد ينزل هذا التحدي، احنا اخر ناس ابغاهم يشوفون ينزلون هذا التحدي. بس اللي لازم تعرفه ان هذه السيارة جبارة، واللي راح يصير اليوم ان انت راح تشوف مهاراتها والاشياء وميزاتها وردة فعل الناس لما يشوفونها على الشارع. هذا الفيديو الحقيقي وتصويرنا لهذه السيارة عشان احنا ناخذ فيها جولة ونجربها ونشوف ردة فعل الناس عليها، مو عشان اخر واحد يشوف ماي جاد ام جيتينج موف ماي فينجر. استحل وجهك انت وياه يوسف. ها مو قادر اركب صبي لسه موجود. كل اللي سووا التحدي 10 دقائق خلص الفيديو حقهم يا جماعه. ما حد قاعد يسوي التحدي ويشتري سياره من جد لهذا التحدي. اي مقطع في اليوتيوب قاعد يقول لك صبعي يدي رجلي مليون مشاهده. 6 مليون مشاهده على ايش؟ فوق هذا كل اي مقطع تشوفه حط عليه ديسلايك الا حقنا يعني. احنا جد ترى اللي بيفوز بياخذها جوله انه ساعد. جبنا وشو سياره باتمان، فجبنا لكم ماسك باتمان وخويه. طبعا انا بلبس خويه وباخذه اللي بيسوق فبيكون هو باتمان. يا شرس يا شرس. يعطيك العافيه سلمان، ما قصرت على التصوير. ايش رايك باللي يسوون التحدي حق اخر واحد يشيل صبعه اخر واحد يشيل يده؟ سخافه. تابع اللوكو واستمتع. ما شاء الله يا جماعة إيش هذه السيارة؟ والله أنت يا واحد جماعة جد صدق من قال باتمان، هذا جد باتمان. من أحلى وأغرب السيارات اللي شفتها في حياتي، كفرين وكفر ورا والعالم كلها طالع. الله ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعة هذه السيارة من داخل، وهذا المنظر اللي إحنا نشوفه الحين قدامنا. السيارة طبعاً غير عادي، فيها شاشة، فيها دركسون، أو بالأحرى ما ندري نقول سيارة أو دباب. ما شاء الله يا جماعة بدون مبالغة الموتر مش طبيعي ما شاء الله. مبالغة بموتر حلو. الحين تجيك أحلى فرة برعاية اللوكو. جاهز يا واحد؟ بس الإيدين شوفون ردة فعل الناس على السيارة في الشارع. يلا Let's go على الإشارة. Let's go. بسم الله. يلا 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 يلا. بسم الله. ما شاء الله يا جماعة. أي واحد يقول أبي فرة ما يمدينا ما في مكان. والله يا جماعة المنظر خرافي. يا مخلوق كم سواق يا على فكرة نقدر نفتح السقف بس ما راح نفتحها. ما راح نفتحها لأن خوف نيجي مطر ونخترب السيارة. أسلم 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 أسلم. ريل كار تشالنج مان. هذه قناة اللوكو مش السخافة اللي بداية الفيديو. ها أبو خلود أجل كم. أشوفك على الفرة. مية مية. شدع 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 شدع. إي 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 بس ساهر تصيدنا ولا ما تصيدنا؟ يصيد ولا ما يصيد؟ سام ما انت ماسك جوال. اجل اجل ما شاء ما شاء الله. شوفوا يا جماعة كيف داخلية السيارة وكيف كذا نشوف الأشياء.
هذا العالم هنا طبعا مفتوح، لازم تكون ملتزم بالحزام الامان والسلام. كانك راكب، تعرفون هذيك السياره حقت البار بخود، عرفتها الباقي؟ بروح حق درايف ثرو ستاربكس كذا، بشوف ردت فعله شو يقول. اي البس الماسك حقي انا بعد. اي خل خوفه احس بهالوين. طيب يا جماعه وصلنا ستاربكس بخلود. ها تطلب عز الكار. ايزي يلا روح. ماجد وان ايس شيكن وايت موكا فور يوسف. يا جماعة اللي يشتغل في ستاربكس يبي طالع يبي يصور مع السيارة. هلو سي هلو سي هلو هلو. طيب يا جماعة انا بغود رايح ناخذ طلباتنا، معاكم الجوكر ومعاكم باتمان. باتمان رسميا. بس باتمان شوي رخيص. هلو سير هلو. ابو خلود جد صاير كنا باتمان. ايه قاعدين يقولون مين هالمجنون ذا اللي جاي. والله يا جماعه لما جينا بناخذ الطلب يقول لا تهي ارجع. يلا ليتس جو. يلا ليتس جو. هلو سير هاو ار يو. اوب اوب قاعد يصور. هلو. جود ايفنينج ذا بيست ستاربكس ان دمام. ثانك يو سو ماتش. هاو ار يو. Order is here, boss. Ice chicken. Yeah. Would you like to be on our YouTube channel? Not the tray. كنت باخذ الصينية. قال لي ما يصير ما يأخذون الصينية. شكرا ستاربكس. طيب يا جماعة. هذا you have very nice car and it appear very good. Yeah, you will see this on YouTube. See you guys. Thank you very much. Thank you. طيب يا جماعة المدير طلع برا عشان ياخذ صورة. شيل الماسك كويس. ما أدري هو بياخذ مع باتمان ولا السيارة تتوقعون. أيوة يا ميراج أحلى صورة دي موجودة، سوي لها سكرين شوت. طيب يا جماعة اللي راح يسأل ليش أنا ما سكت السيارة هذه ولا جربتها، للأسف إني ما أعرف أسوق قر عادي، بخلود الوحيد اللي أعرف يسوق قر عادي. يلا 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 تميم يجرب. اصبر شوي. أوه ما يحتاج أطلع يا جماعة، ما يحتاج نشيل أغراضنا. تميم مرة طويل. تميم يلا بخلود. شو أخبارك؟ خذ في فرة وخليه يجرب. يلا يلا تبي نمشي شوي؟ تمشي شوي ولا بس تركبها؟ مرة يستحي تعرفنا؟ جماعة طلع يتابعنا بخلود. تابع كفك تميم. تابع بتشوف ذا الفيديو. يلا كفك. أكيد. تطلع بالفيديو خلاص. قول حق الشباب كلهم. ها وعشان تميم مستحي معانا بنقدم له القناع في هذا الفيديو عشان ما ينسى للأبد. أيوة بالضبط. عطى هدية. قناع باتمان هدية حق تميم. خذها. هي. حبيبي يا فندم. يا جماعة والله أول مرة أحس إني مشهور، كل أحد يسلم علي. أوف. اسهل طريقه انك تصير مشهور انه يكون عندك سياره زي هذه وتقعد تفرفر. والله يا جماعه ان كل الناس توقف تطالع تصور تسلم من بعيد. يا جماعه لدرجه في سيارات واقفه الحين قاعد ينتظرنا يسوي نفسه مجنون. شوف كيف السياره. مرحبا. يا هلا. تبي تاخذ صوره جنبها؟ والله نطلع كلنا. تعال صور. خذ راحتك. زي ما قلنا لكم اي احد يوقف يبي ياخذ مع السياره صوره. يلا ولا انا وياك ولا احد خذ ويانا صوره. بس اليوم ما عندنا حركات نتكبر ونمشي. اي احد ياخذ صوره حياه الله. للمعلوميه الولد اللي قبل شوي ما صور ويانا، ترى صور مع السياره. ايه تعال اركب فيها صور. صور هنا بخلود. ضبطه. صور نسيت. ضبطه يا بخلود. ضبطه. كم سعرها؟ سعر الصورة 50 ريال تدفع. يلا يا جماعة ثاني وجهة وصلنا. كريسبي كريم هاو ار يو. هاو ار يو فاين؟ فاين جود ثانك يو. عربي اور انجلش؟ عربي. يعطيك العافية. كيف حالك؟ يا اخي قاعد تتكلم انجليزي طول الوقت. طيب ضبطنا انا وياه بدونت وعلى حسابي. ايزي بيزي. الشوكلت اللي فيه مسكر هذا. اثنين وعشان اذن عشان نروح نصلي بعد. يلا ارحب للدونت. ضبطنا. بسم الكريم يا غالي. عاطف. شكرا يا عاطف. طيب احلى تحية لجمهور مصر. بنعطي عاطف. عاطف نعطي اسم قناتنا وبيتابعنا واهل مصر. هلا هلا في الكومنتات العاطف. عاطف يا جماعه طلع يبي يصور معاها. ايوه يا عاطف احلى صوره في مصر. طيب يا جماعه لهنا وصلنا لنهايه الفيديو، نهايه التجربه الخرافيه. نتمنى ان استمتعتوا بالتجربه هذه وشفتوا كيف ان ردت فعل الناس على السيارات الفخمه او المميزه كذا كيف. وفي شيء ثاني يا جماعه، انا ما كنت ادري ان في جد سياره باتمان، كنت اشوفها بس بالافلام واشوفها بافلام الكرتون. المهم يعطيكم العافيه على المشاهده، لا تنسون تضيفوني في حساباتنا في التواصل الاجتماعي راح تلاقونها تحت. ونشوفكم على خير وفكرة أحلى وأحلى. وفي تجربة جاية جديدة بالإضافة فيديو الأسبوع الجاي شيء خرافي. ما شاء الله شكلها بالليل جد. وين جوالي؟ ما شاء الله. حتى أبوي راح ياخذ فيها جولة. يلا بخلود. هلا بالوالد. ما في سرعة 20. يلا مع السلامة. يلا. السلام عليكم. يلا باي.